الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية تتيح لموظفي حكومة عجمان فرصة الحصول على أفضل الخصومات والامتيازات والأسعار المميزة على الفنادق، المطاعم، تذاكر الطيران، التعليم والتدريب، السيارات، المقاولات، الصحة وعروض أخرى من خلال برنامج ميزية للخصومات. ما عليك سوى إبراز بطاقة العمل الخاصة بك عند إتمام عملية الشراء لتتمتع أنت وعائلتك بنسبة خصم تتراوح ما بين 10 إلى 40%. حمل التطبيق الآن عجمان HRD أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني عجمان HRD.gov.ae لمعرفة أحدث العروض. برنامج ميزية لتوفير أفضل العروض والخصومات.